عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى فيديو جديد من ديوار قناة السيد عمر. رجعنا لكم مجددا في لعبة دايس الدرين. كنت بدي أوزع بطاقات على شباب المجموعة، بس للأسف صراحة ماني عارف شو مال اللعبة، يعني صرت منزلها وحاذفها أكثر من مرة على أمل إنه تطلع لي الشباب الموجودين بالمجموعة، بس مش عم تطلع لي الشباب الموجودين. يعني على سبيل المثال هون صديقنا هذا خالد مثلا، يعني المفروض إنه صديق عندي، يعني طلع لي إشارة صح فهو صديقي، فقاعد بدور عليه مش قاعد بلاقي مثلا إني أرسل له. وفي غير هيك اصدقاء يعني بحاول ارسلهم ما بلاقيهمش، فقلت خليني ارسل للشباب اللي هم اصدقاء من الاول عندي، فعشان هيك خلينا نرسل عشان بطاقه. بس الفكره انك يوم ترسل بطاقات لازم تستنى 24 ساعه، يعني حاولت ارسل قبل هيك فقالوا لي انت وصلت للحد الادنى، يعني فكرت كل يوم يعني بوصل لك بوصل لك ترسل 10 بطاقات. هي عمليا كل 24 ساعه وليس كل يوم، يعني هسه عم بلشت مثلا درس بطاقات الساعه 4:43، لبكره بعد هيك فيني ارجع ارسل 10 بطاقات. طيب خلينا نروح نحاول نخلص بطاقات الشباب. على سبيل المثال خلينا ننقي بطاقات تكون محرزة شوي، يعني على سبيل المثال هاي بطاقة تبعت الساعة مبين انها مليحة، خلينا نرسلها لشي حد من الشباب. خلينا ننزل الشباب هذول ارسلنا لهم امبارح، خلينا ننزل على شباب غيرهم. هذول الشباب ما عادش لعبوا اللعبة كنه، فبدنا حدا مثلا الله محمد، مثلا محمد محمد بعده مش مخلي انه في لازم توصل على المرحله مشان يعملوا لك انه يعملوا لك البوم يفعلوا لك اياه، فاذا ما وصلتش على المرحله بيكونوا بعدهم مش فاعلين لك اياه. طيب نفس الشيء هون مثلا، اوكي كم واحد ما شاء الله، هاي كلياتهم شباب بعدهم مش فاعلين البوم، طيب او مش واصلين على المرحله هاي. طيب هيك بيريحونا مش مشكله. طيب خلينا نشوف اول واحد من تحت مثلا، اوكي انيس مش مفعله، عندنا مثلا احمد هاي واحدة لأحمد، أوكي خلينا نرسل واحدة ثانية بعد أحمد. مين بيجي؟ خلينا نزعل تحت، المشكلة بلشت فيها من تحت فبدي أرجع أنزعل تحت وأطلع أطلع. أي وصلنا؟ عند أحمد يمكن. إيه بعد أحمد هون عندنا نزار. طيب هاي معي كثير فيني ارسلها كمان بعد نزار. مين اخر نرسل؟ مثلا كريم. طيب هاي ارسلتها 3 مرات ما ضرش معي، يمكن معي بطاقة واحدة ضرت، وهاي مبين انها محرزة شوي، فخلينا نرجع نشوف بطاقة ثانية مثلا. مثلا هاي مثلا فيها 5 و12، هاي فيها سوبر، هاي ما فينيش ارسلها للاسف، بس هاي فيني ارسلها يمكن. مثلا خلينا نرسلها مثلا لعطية. يس اوكي خلنا نرسل كمان واحدة مين مثلا سيف. اوكي طيب خلينا نشوف البطاقة الثانية كمان، نحاول يعني نغني الشباب بالبطاقات يعني سؤال اكثر. الفكرة انه يكون معك كل يوم 10 بطاقات، يعني فيكش ترسل اكثر من هيك، فانا قاعد بحاول اوصل للحد الاعلى على امل انه شو انه خلص البطاقات كلها. طيب هاي فيها 3 بطاقات فينا نرسلها. سندن طيب عطية سيف عصام فينا نرسلهم. اوكي طيب فينا كمان واحدة نرسل، فينا نرسل هون أماني. اوكي طيب ضل معي بطاقة زايدة هاي فيها هون مثلا. معي بطاقة واحدة بس فرشة هاي، هنشوف لنا شي حد نرسل وياه. شو حدا شعره طويل نرسل وياه، ابراهيم شعره طويل نرسل وياه. طيب ضل معنا بطاقات، يمكن هون مريح هاي نرسلها، هاي فيها بطاقة زايدة خلينا نرسلها. وين وصلنا لعند ابراهيم يمكن اخر شيء. طيب نور اوكي ما ليش عارف خلص بطاقات ولا لا صراحة، يعني المفروض اني ارسلت كثير. عطية سيف اسلام. طيب محمد مثلا اوكي كمان واحدة. خلينا نرسل مثلا هون. اوكي بقولي في مشكلة، واجهتنا مشكلة. طيب يمكن خلصت وصلت للحد الاعلى صراحة لاني ارسلت بطاقات كثير. في واحد من الشباب الله يجزيه خير يعني ارسل لي بطاقة، ف انهيت عدد من البطاقات او مجموعة كاملة من الصور هون. يمكن هاي وينها؟ هاي واحدة هذا المسطول، هذا القرصان المسطول، انا انهيته على عن طريق واحد من الشباب ارسل لي باقي الصور. طيب خلينا نروح نضرب عشان هيك، يعني معي 525 حاليا، خلينا نضرب 50 الحد الاعلى. هم فاتحين لي اياه حاليا الحد الاعلى هو 50، على الموبايل حاليا فاتحين الحد الاعلى 2000، يعني بضرب احيانا بيطلع لي 2000، بس مشكلة 2000 يعني 4 مرات 5 مرات بكون خصم كل التدويرات اللي معك.
بس الفكره انه فعل الاعلانات، بس الاعلان قديش بيعطوك؟ بيعطوك 10 على الاعلان، يعني بدك تشوف 200 اعلان عشان توصل لتدويره واحده من التدويرات اللي قاعد تدربها انت مره واحده. شوف 10 هسه 10 شيء للزباله، يعني 10 ب 50 500 عشان ينزل تجريب. فطلع هذا يشرح لي مره ثانيه. اي اي يا زلمه فهمت. اوكي اي والله انه حجر ورقه مقص، الحجر بغرب المقص الورقه بتهزم الحجر هذا منه. او هو علينا اخسر اذا ما عرف خلصنا خسر الحمد لله الله يطول. هي 50 ب 10 500 هو قتال ما بضعف كل شيء اكثر من هيك، يعني 50 هي 50 بزود لك شيء، اما الهجوم والسرقه بزود لك اياها يعني الحين. حلو ثلاثة شو على ون على المحاكي كان بيفتحوا لي واحده وبس، بس هون على الموبايل بيفتحوا لي اكثر، يعني تحسهم كريمين على الموبايل زياده عن اللزوم، يعني مش من طباعهم هاي الكرم اساسا. طيب حلو قتال ثمانية احسن شيء قتال، يعني خلينا نروح نبني فين. 35 مليون قديش ضربنا؟ 120 مليون يا لطيف. طيب هاي 50 في 100، ما فيش 100 في 50 اكثر شيء. يلا مرة ثانية 50، واحدة اثنتين او طلع النار ما علوا راسي بالحيوان هذا الكلب هذا اللي صار راسي كل شوي بدهم يعطوني كيك وبعطوني، يعني بدك تلوم شي 300 400 وحده عشان يعطوك كيكتين ثلاثه، وهو بده شي 1000 وحده مشان تنتقل للمرحله اللي بعديها. بعد ما لومناها بالحيوان المشرشح صار راسي، لو انا في طريقه اني اخلص منه كنت خلص منه، بس ما فيش طريقه هم مثابريني فيه وحاسس اني عاطيني مكافاه كبيره، يعني انه هذا الحيوان اذا ربيته يعني بيطلع لك كنز يعني اساسا. شوف بدو 113 وحده وانا معي كل الجوائز اللي لميت تعطوني 16 وحده بس. اقطع عمرك واحده. طيب 52 احنا بدنا 120 مليون مش تحت الامه. زودوا لي فتحوا لي على 100. طيب خلينا نضرب 100 100 واحدة او اتاك 100. حلو هذا نعمان تبنى اقسام بطاقة، يلا خلينا نطلع من عيون. وضربنا على 100 120 الف كان يعني حصلنا 120 مليون تقريبا، ومش 120 مليون يعني شغلت 10 مليون بس للاسف 30 الف يلا نحصل 4 مليون 5 مليون 11 مليون مليحاتهم. انا بقول لك مليحات لانه هم مدودين، يعني ما لهمش بالعاده يعطوك اساسا شيء. والله 100 حلو 100 100 اول مره اعطوني مكافاه هو الضربه يعني. طيب خلينا نروح نضرب اول شيء او نعم ما فيش اضرب 163 مليون. اوكي يوسف بلش يصيح حسيت انه لازم ننهي الفيديو بعد شوي، بس انا نحاول قدر الامكان نستفيد من الضربات اللي معي هاي، لانه معي 1100 ضربه مش معقول يروحون على الفاضي. 900 800 هم بس شوف معك كثير بصير مشفو عليك. طيب طبعا شيء جديد طبعا بتعطي نزال 800 هي 700 600 زمان ما طلعوا لي بطاقات والله اول مره طلعوا لي هاي حط دي كذا شيء. كنت اطول الفيديو اكثر من هيك بس يوسف بده يعني يطلع معه للاسف يعني فلازم نوقف الفيديو هون، بس طلع معي 4 ضربات خلينا نخلصها ونروح يعني. واحده اثنتين ثلاثة كويس طلعنا 100 كان طعم هذا الحيوان الكلب. شوف 40 مشان اعطوك 8 اول شيء قبل شوي قديش؟ ما بعرفش بس القصد النسبة لا تتناسب يعني مع الجوائز تبعهم مدودة. يلا طيب خلاص خلينا نوقف الفيديو هون خلاص نوقف فيديو اخر عشان فيديو يوسف تنحف. السلام عليكم.